نبقى مع كلمة رئيس مجلس القضاء العراقي الأستاذ فائق زيدان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات، السادة الحضور، السلام عليكم. بادئ ببدء أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سماحة السيد عمار الحكيم على دعوته لنا للمشاركة في الاحتفال الرسمي بيوم الشهيد العراقي، الذكرى 20 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله وطاب ثراه، الذي أمضى حياته في سبيل الوطن وجاهد وبذل الغالي والنفيس لأجل الدين، حيث كان سماحته في مقدمة الداعين إلى الفكر التقريبي، فقد عرف عنه أنه كان يهتم بالبحث عن الحقائق لكل مذهب من المذاهب الإسلامية، ثم الأخذ بمتبنيات كل مذهب من لسان أصحابه، وهذا من أهم أسس التقريب بين المذاهب لفرز الصح من الخطأ وفق الأسس العلمية التي يستند إليها في الدفاع عن الرأي وضرورة احترام رأي الآخرين. لذا كان سماحته خير خلف لخير سلف والده المرجع آية الله السيد محسن الحكيم قدس سره. الحضور الكريم، إن أي مناسبة تقترن باسم الشهداء لها وقع خاص عند أبناء العراق، البلد الذي ميزه الله عن بقية البلدان بأن يكون الحاضن الأكبر لرموز الشهادة عبر التاريخ. فكان شهداء كربلاء وعلى رأسهم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وصحبه، وهم سادات الشهداء وأفضلهم مقاماً وأكثرهم أجراً عند الله ورسوله. ثم شهداء حروب الدفاع عن العراق في مختلف مراحل بناء الدولة العراقية، وشهداء ضد الأنظمة الدكتاتورية المستبدة التي توالت على حكم العراق، وشهداء مرحلة ما بعد 2003 من ضحايا التنظيمات المتطرفة القاعدة ومن التحق بركبها، وشهداء تحرير العراق بعد احتلال جزء من أراضيه من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وشهداء جريمة الغدر والاستكبار العالمي في مطار بغداد، الجريمة التي نتج عنها استشهاد قادة النصر الشهيدين الخالدين المهندس وسليماني، وشهداء الكلمة والموقف وحرية التعبير عن الرأي، وآخرها قبل أيام شهداء الرياضة من مشجعي المنتخب الوطني والوطن الذين أرادوا التعبير عن وطنيتهم من خلال تشجيع الفريق العراقي للفوز ببطولة الخليج لرفع اسم العراق عالياً وإعطاء رسالة للعالم إن العراق يمرض لكن لا يموت. دماء الشهداء هذه سوف تبقى تروي شجرة العراق الذي سوف يبقى مثل نخيله شامخاً عالياً إن شاء الله. سلاماً على أرواح الشهداء التي عاشت عزيزة على الأرض وسوف تبقى أجسامهم مكرمة في باطنها على الدوام. تحية حب وتقدير من كل المخلصين إلى جميع الشهداء، وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.